كل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فايلر هو الحل السحري للنادي الاهلي. فايلر راجع جماهير النادي الاهلي بلا استثناء بتطالب بعوده فايلر، ولكن قرار الخطيب مفاجاه بالنسبه للعديد وشريحه كبيره من جماهير النادي الاهلي. انا مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف قرار الخطيب في عودة فايلر وكلامه النهائي في عودة فايلر ورده على جماهير النادي الاهلي اللي بتطالب بعودة فايلر. بس قبل ما تشوف كابتن الخطيب قال ايه وقراره ايه، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه تقارير الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف قرار مجلس اداره النادي الاهلي بعوده فايلر ايه ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. الفترة اللي فاتت دي او في الساعات اللي فاتت دي السوشيال ميديا كمان ال 48 ساعة اللي فاتوا يعني شفناها اتملت بقى بصور لفايلر زي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي منزلها على حساباته وكمان عليها شعار النادي الاهلي، والكل قال بقى ان في احتمالية ان فايلر ممكن يرجع مرة تانية وان في ناس تواصلت معاه وان الكلام ده كله يعني ممكن يحصل. لكن خليني بقى اقول لحضراتكم برضو ان في قرار جوه النادي الاهلي انه مهما كانت الظروف وجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فايلر مش هيكون مدرب لنادي الاهلي ابدا، والكلام ده كلام رسمي من قلب النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي شايفه ان فايلر مش بس بقى هو مشي من غير موافقه النادي الاهلي وسابه في توقيت حرج جدا، لكن كمان الطريقه نفسها يعني ما كانتش حلوه وما كانتش تليق بحجمه وبمكانه النادي الاهلي. ده عشان بقى الاصوات والتقارير اللي كانت بتشير باحتماليه رجوع فايلر مره ثانيه. النادي الاهلي لم يخاطب فايلر بشكل رسمي ولا في اي مسؤول جوه النادي الاهلي اتكلم مع فايلر او استطلع حتى رايه حول امكانيه رجوعه مره ثانيه للنادي الاهلي. نروح بقى مع حضراتكم. شايبة صابر قالت ايه على قرار النادي الاهلي؟ في ناس هتقول لي يا عم انت ده بتهبل ده بتهري، لا معلش في فريق اعداد قوي جدا في بعض البرامج على اون سبورت بيقول الحقيقه، وانا واثق مليار في الميه ان الكلام اللي قالته شايبة مظبوط مليار في الميه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه يا فندم، وفي الاخر هقول لك رايي الكلام ده صح ولا غلط. قرار كابتن الخطيب بعدم عودة فايلر مرة أخرى ومنع طرح اسمه مرة أخرى. فايلر كان النادي الأهلي في نص الموسم ما كملش الدوري، كان باقي مباريات على انتهاء الدوري، كان في بطولة أفريقيا، وقرر إن هو يمشي ويغادر مصر بناء على طلب من زوجته لأن في جائحة كورونا كانت منتشرة في مصر وفي العالم كله، فكانت خايفة على زوجها خوف مفيش بعد كده. النادي الأهلي حاول إن هو يثني فايلر على
قراره، فقرر ان هو ينهي مسيرته مع النادي الاهلي. واداره النادي الاهلي اعتبرت ان ده تخلي عن الاهلي في وقت ما النادي الاهلي محتاج لفايلر، فالنادي الاهلي قرر ان هو يجيب موسيماني بديلا منه وكمل المسيره لغايه يومنا هذا. ولكن في ناس تقول لك ما هو عنده حق، كان في جائحه كورونا، كان في مرض ووباء منتشر في العالم، وفي مصر كان موجود وكان في تقارير من روسيا ومن انجلترا ان مصر تخطت الخط الاحمر او بقت منطقه حمراء في عدد الاصابات وانتشارها، مع اننا كنا اقل دول كتير، اقل من الهند واقل من بريطانيا نفسها واقل من انجلترا واقل من الدول اللي هي بتعاني من الوباء بشكل اكبر. ولكن هو قرر انه يمشي، ماشي، قرر انه يمشي. اداره النادي الاهلي اعتبرت ان ده هروب، فما ينفعش ان انا اروح اجيب واحد هارب وارجعه مره تانيه. انت قلت على كارتيرون انه هارب نادي الزمالك ونادي الزمالك رجعه، واتريقنا على كده. قلت على باتشيكو انه هارب ورجعناه وبعد كده مشي. قلنا على النجاز انه هارب ورجعوه. احنا بقى مختلفين في احترامنا لنفسنا واحترامنا لجماهيرنا. كاداره للنادي الاهلي بتتكلم او بتخاطب بتقول ان احنا محترمين في قراراتنا وكده. قرار كابتن خطيب بعوده فايلر غير وارده تماما. في ناس بتقول لا غلط يرجع فايلر، فايلر مشي عشان مراته قالت له ومراته عادت ومراته زادت. بصوا اللي بيقولوا الفايلر يرجع وانا مش انا معاهم، وقرار من مجلس الاداره برضو انا معاه. طب ازاي انت بوشين؟ لا مش بوشين. فايلر لما مشي مشي خوفا على حياته وعنده اسره وعنده، يعني فايلر بيجتمع بلاعبين، بيجتمع باداريين، بيجتمع على طول في النادي تمرينات، فعرضه للاصابه عن ان هو يقعد مع اولاده وزوجته لغايه ما الجائحه تمشي. فهو عنده حق في الشق ده ان هو يخاف على نفسه ويخاف على اسرته، دي حياه، اصل اللي بيجيله المرض كان بيموت. تمام؟ فدلوقتي اداره النادي الاهلي اتحالت على فايلر انه يستمر برضيش، فمن وجهه نظر النادي الاهلي ان فايلر تخلى عن النادي الاهلي في وسط ما النادي الاهلي محتاج له. دلوقتي انت مش محتاج له زي ما كنت الاول محتاج له، فقرار اداره النادي الاهلي برضه صحيح. ولكن انت يا جمهور ايه رايك؟ فايلر يرجع ولا لا؟ يا ريت حضراتكم تسيبوا لي ارائكم في الكومنتات. انت يا اهلاوي يا محب للنادي الاهلي نفسك فايلر يرجع بعد الكلام اللي انا قلته لك، واعتبار اداره النادي الاهلي ان هو هارب وان هو احتمال بنسبه 99% انه ما يرجعش تاني للنادي الاهلي؟ انت كاهلاوي يرجع ولا لا؟ طب لو رجع ترضى ان هو يتقال على النادي الاهلي ان النادي الاهلي جاب واحد هارب منه قبل كده وسابه وتخلى عنه؟ ترضى انت الكلمه دي تتقال؟ انا عن نفسي شايف ان قرار مجلس اداره النادي الاهلي فيه كثير من الصح، ان انا ما ينفعش اعيب على نادي اخر واعيب عليه وانا اقطع، يعني اقع في نفس الموقف بتاعه. هتقولي ده ما شالش الشنطه وهرب ومشي بالتراضي، ولكن تخلى عنك في وقت احتياجك ليه. لما انا اجي وانا محتاج لحضرتك في وقت معين وتتخلى عني، مش هاجي بعد كده اقف معاك او اجيبك تاني وانت اصلا تخليت عني مره تانيه. ممكن يحصل جائحه كورونا تاني وبرضه يمشي تاني، ما تضمنش الظروف. فانت كاهلاوي رايك ايه؟ يرجع ولا قرار النادي، قرار كابتن الخطيب واداره النادي الاهلي صح؟ قول لنا رايك في الكومنتات. ما تنساش ان عامله بلايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.